السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، وعد عليكم الايام بخير ويصلح حالنا وحالكم. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. النهاردة حبايبي جاي اعمل معاكم ايه، شوية برتقان بلدي بالجزر. هنعمل ايه يا حبايبي؟ انا جبت الجزر غسلته وسلقته، ماشي زي ما انتم شايفين كده، ده يعتبر كده دوت خلاص. ماشي ان شاء الله باذن الله هعصر معاكم البرتقال، مش هعمله زي ما زي البرتقال التقليدي حبايبي ان احنا نخرط ونضرب في الخلاط ونصفي والكلام ده كله، لا. الطريقه ديت يفضل يعني يتعمل بيها البرتقال، لان كده بيبقى فوائده كلها فيه، لان مش بترمي منه حاجه حبايبي، كده كده يعتبر ميته كلها انت بتستفادي بالعصير بتاع البرتقال كله، وبيبقى طعمه احلى وانضف من اللي هو بيتضرب في الخلاط ويتعمل بنفس الطريقه، بس بيتضرب في الخلاط وبتكوني مقطعه البرتقال ومطلعه الفصوص منه. طبعا عشان تعرفين البرتقال البلدي بيبقى فيه ايه، بذر، ماشي. فان شاء الله باذن الله هتبقوا معايا واحده واحده حبايبي في اللي انا هعمله. بس ما تنسونيش حبايبي في اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، تعملوا مشاركه للفيديو وتدعوا لي دعوه حلوه في الكومنتات حبايبي في الايام المفترجه ديت. ربنا يصلح حالنا وحالكم، نشفيني ويشفي مرضى المسلمين اجمعين. خليكم معايا حبايبي، هبدا اعصر ان شاء الله وهتبقوا معايا واحده واحده. بصوا حبايبي، نسمي الله. طبعا انا ما عصرت معاكم قبل كده البرتقال في نفس العصاره دي، لو ما عندكيش ما تقفيش، ممكن تجيبي كوبايه وتقلبيها في صينيه ولا حاجه وتعصري عليها عادي، بيتعصر ما فيهاش اي مشكله، يعني ما نقفوش على حاجه عادي. وهي كده كده العصاره دي بتحجز لي التفل بتاع البرتقال، وبتحجز لي لو في بذر ولا حاجه بتحجزه برضو. بنفضل وراها كده حبايبي لحد ما نحس ان هي ايه، نزلت كل الميه اللي فيها وبتطلع معانا بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، بتديني نتيجه حلوه جدا يا حبايبي، وبيبقى طعمه جميل جدا البرتقال بالجزر كده، وطعمه مفيد وانضف واحلى من اللي احنا بنشتري الحاجه من بره. لا احنا نعمل الحاجه في البيت افضل، عشان احنا بره مش يعني احنا هنا غسلين البرتقال غسلين الجزر وغسلين الادوات اللي احنا نعمل بيها. انضف يا حبايبي ان احنا نعمل الحاجه في البيت، بتبقي ضامنه الحاجه انت عاملاها ازاي، وبتشربي الحاجه وانت نفسك مفتوحه ليها. ماشي ان شاء الله باذن الله هبقى معاكم في اي حاجه يا حبايب قلبي نعملوها مع بعض. بس ما تنسوش تحطوا اللايك حبايبي وتفعلوا زر الجرس، خليكم معايا. بس حبايبي انا عصرت البرتقال زي ما انتم شايفين كده، بيطلع لي صافي كده زي ما انتم شايفين. هنفضيه نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كده وده معيار حبايبي سكر، يعتبر زي كوباية، ماشي. بتحتاجي بقى سكر بتحطي، مش محتاجة خلاص، بيبقى هو المعيار دوت وخلاص على كده. خليكم معايا هشغل بس الهاند بلندر وارجع لكم تاني. بص حبايبي انا ضربت خلاص اهو في الخلاط. عندك هاند بلندر عادي بتضربيه بيه، ما عندكيش بتحطي كل الحاجة في الخلاط وتضربيهم مع بعض، وبعد كده تصفيه يا حبايبي. مش محتاج تصفيه، انا هعبيه على طول بالقمع في قلب الازازه، اخلصه بس حبايبي واوريه لكم، خليكم معايا. بص حبايبي اهو بعد ما خلصته وثبته في الازازه زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، بيبقى طعمه جميل جدا ومغذي حبايبي، وحاجه مفيده وانضف بكتير من اللي احنا بنشتريه من بره. المعلبات دي تبقى فيها مواد حافظه، انما دوت انت عاملاه على ايدك وحاجه نظيفه، ومن كيلو لربع برتقال او كيلو برتقال مع مثلا ربع جزر بتعملي ازازه حلوه كده جميله حبايب قلبي، وطعمه بيبقى جميل جدا ومفيد، وحاجه كويسه ومفيد جدا للاطفال، وافضل من ان احنا نشربهم حاجات معلبات وحاجات جايه من بره. لا احنا نعمل الحاجه في البيت افضل حبايبي، مفيده لنا ولاولادنا. ربنا يصلح حالنا وحالكم ويشفيني ويشفي مرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. ما تنسوش تحطوا اللايك حبايبي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، تعملوا مشاركه للفيديو عشان القناه تكبر بيا وبيكم. ما تنسوش تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، تذكروا الله لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. ربنا يجعلني ضيفه خفيفه عليكم حبايبي، ويجعلني نافع عليكم ومن غيركم، ويصلح حالي وحالكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.